السلام عليكم استاذي عبد الهادي بن بلا، الفنان ديالنا المحبوب، الفنان ديالنا الكبير. مرحبا بك معنا في جورنال اصوات. استاذي سمعنا بانه غادي تنظموا واحد المعرض دولي جماعي تحت شعار الفن بلغه التعايش، الا كان ممكن تعطينا واحد النبذه على هذا الموضوع. اذا بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الهادي بن بلا، فنان تشكيلي، فاعل جمعوي، رئيس الجمعية الوطنية للتشكيلي العصاميين، رئيس لجنة الفن والثقافة للحركة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد وحماية المال. إذا باش نهضروا على المعرض إن شاء الله، هو تحت لنا الفرصة بأننا إن شاء الله غنظموا في شهر أبريل المقبل ابتداء من يوم 18-19-20 معرض دولي تحت عنوان التعايش بلغة الفن. تحت شعار، هذا شعار عريض وعنده واحد ثقل، إلا كان ممكن تعطينا عليه واحد النقطة على هذا الشعار هذا ديال المعرض. التعايش له مجموعة من الدلالات، دلالات فلسفية، دلالات اجتماعية، اقتصادية، ولكن حنا حاولنا نطبقوا في واحد المفهوم التعايش بلغة الفن. أردنا أن نكسر قيود المفهوم الإسمي للوحة. أردنا أن نعطي للوحة قيمة، الابتعاد عن الاسم المشهور أو المعروف، إدماج العمل الفني ما بين الشباب وما بين كبار التشكيلي المغاربة، لإعطاء واحد الطفرة للتشكيل المغربي. وتنعني هنا أننا نخرج من الإيديولوجيات القديمة، أن الفنان يولي اللوحة ديالو هي التي تمثله وليس اسمه. فالاسم أصبح وسيلة للتجارة، ونحن نريد أن نكسر مفهوم التجارة بلغة بسيطة جدا، وهي لغة من يستحق أن يكون فنانا. فالفن للجميع، وللجميع، وأكررها، فالفن للجميع. نعم أستاذ، ما الغاية من تنظيم هذا المعرض؟ الغاية هو أولا، أنا هو المدير الفني لرواق دوزار، ودوزار جاءت بمفاهيم جديدة بعيدة على ما اعتدناه في رواقات أخرى. أنا فنان تشكيلي، وهي أول تجربة في تسيير رواق. أردت أن أكتشف مواهب جديدة، شباب مرموقين، وستكتشفون إن شاء الله في هذا المعرض من مفاجآت جميلة جدا. الشباب لا يتجاوز عمره 17، ولكن أعمالهم تفوق سنهم بكثير. ودوزار ستقدم نخبة من الفنانين التشكيليين، على رأسهم أسماء بارزة كالفنان الروسي إيغور، الفنان التشكيلي المغربي حشان، الفنان التشكيلي الكبير قرمان، الفنانة التشكيلية عزة جمال، الفنانة التشكيلية نادية غسال، سعيدة بن حمود، وأسماء أخرى ستكون حاضرة بقوة وستساند الشباب في السيرورة نحو الثقة في النفس والعمل من أجل إنجاز أعمال في مستوى هذا البلد إن شاء الله. أستاذ، السؤال الثاني، توقعات المرتقبة من حيث الزوار، خاصة أن هذا المعرض يعتبر الأول معرض لدوزار. نحن نقوم بنشر بعض الإشهارات عبر المواقع الاجتماعية وعبر الصحافة المغربية، ونتمنى الحضور. لا يمكن أن أعطي رقما معين، فهذا رهين بالمتلقي وبقيمة اللوحات التي ستكون عارضة، ولكن نبحث عن أسماء ستدعم وستأخذ المعرض إلى الأمام. وسيكون هناك عدة دول، أي سيكون معرضا دوليا، سيكون فنانين تشكيليين من فلسطين، من الجزائر الشقيقة، من تونس، من مصر، تقريبا كم دولة؟ ما زلنا لحد الآن تقررت 5 دول ستشارك رسميا، وما زلنا نستقبل الملفات، ونتمنى إن شاء الله المزيد من الدول. أستاذ، أهمية هذا المعرض بالنسبة للفنانين التشكيليين، خاصة صنف الشباب؟
الشباب كلمة قوية. الشباب ربما أظن نفسي أنا شاب. الشباب يجب أن ينتبهوا إلى مفاهيم حقيقية لمفهوم اللوحة، فالتشكيل على العموم يجب أن نخرج من مفهوم الصورة أو الرسم أو الصباغة إلى مفهوم الرسالة. فاللوحة التي فيها رسالة فهي لوحة معبرة، اللوحة التي يكون فيها أبجديات التشكيل الحقيقي بمفاهيم لابسيكولوجي لاكولور أو بسيكولوجية الألوان وأساس العدد الذهبي للوحة، وعلى أساس اختيار المواضيع وتسييرها وترتيبها في لوحة منظمة سيفيدهم في مستقبلهم الفني، وهذا رهين بتعاملهم مع الأساتذة. يجب أن يشاركوا أعمالهم مع فنانين آخرين، لا يجب على الفنان تشكيل الشاب أن يختصر أو يقتصر مجهوده في شخصه، يجب أن يشارك وأن يسأل وأن يبحث حتى يصل إلى المتعة إن شاء الله. شكرا جزيلا يا ربي يخليك. شكرا لنا وساعة سعيدة ومشرفين أصوات النهجات حضرتنا، وهذا شرف كبير لنا، وشكرا للأستاذة على هذا الوقت ديالك إن شاء الله، وشكرا للجميع. شكرا. لا تنسوا تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.